فيقول المثل الرابع بعد واو المعية إذا كانت مسموخة بما قدمناه. سمعت ابنه ولا؟ نعم. يعني في غير القرآن ممكن تحذف الفاء وتأتي بالواو. ولذلك يقول الله عز وجل ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لما ده حرف نفي، ويعلم ده فعل مضارع منصوب عن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. يا ليتنا نرد ولا نكذب، يعني لا يا ليتنا نرد مع عدم تكذيبنا، فدي اسمها واو المعية. الفعل بعدها منصوب عن مضمرة وجوبا لأن هنا مسبوقا بعد التمني. ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. ده يسمى استفهام تقريري، إذا دخل الهمزة على لم يسمى استفهام تقريري. ألم أكم جاركم ويكون، ويكون فعل مضارع منصوب عن المضمرة وجوبا بعد واو المعية لأنها مسبوقة بالاستفهام، يعني مع كوني. النهي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. لا تنهى، تنهى فعل مضارع مجزوم بلا علامة جزمه حذف حرف العلة أصلا، تنهى بالألف يعني. وتأتي أصلها وأن تأتي فعل مضارع منصوب عن المضمرة وجوبا بعد واو المعية. إيه المثال اللي بعده؟ يقول لا تأكل السمكة وتشرب وتشربا، فتنصب تشرب إن قصدت النهي عن الجمع بينهما، وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما. لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، وترفع إن نهيت عن الأول وأبحت الثاني، أي لا تأكل السمكة ولك شرب اللبن. نقول المثال ده عشان إيه؟ نكتفي بهذا القدر يعني. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. إذا قلنا يا أولادي لا تأكل السمك وتشرب، إذا نهيت إيه ده، فتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما. يعني هو قال لا تأكل السمك، وتأكل فعل مضارع مجزوم بلا إن هي علامة جزم السكون، وتشرب اللبن وتشرب بالجزم، يبقى نهى عن شرب اللبن ونهى عن الإيه، عن أكل السمك. واضح ابنه ولا؟ طيب لو قال وتشرب، يبقى نهى عن الجمع بينهما، يعني لا تأكل السمك مع شربك اللبن، يعني إياك أن تشرب اللبن، تأكل السمك مع الشرب، مع شرب اللبن. دي اسمها واو المعية، دي اسمها واو ابني أيوة. لكن لما أقولها لا تأكل السمك وتشرب، هو يقول تجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما، يعني أصبح ده فعل مضارع مجزوم معطوف على مين؟ لا تأكل وتشرب، يبقى ده الواو عاطفة، عطفت ما بعدها على ما قبلها، ما قبلها مجزوم يبقى هي مجزوم، يبقى نهى عن الإيه؟ عنهما معا. طيب لو قال لا تأكل السمك وتشرب، دي واو المعية، يبقى الفعل بعدها منصوب بأن المضمرة وجوبا، يعني لا تأكل السمك مع شربك اللبن. طب قال وتشرب، يبقى نهى عن الأول وأباح لك الثاني. لا تأكل سمك وتشرب، يعني ولك شرب، ولك شرب اللبن. أي نعم، يعني دي مش عاطفة يعني. إن شاء الله ال معنا قلنا واو استئنافية. نعم إن شاء الله الأسبوع القادم بمشية الرحمن هنشرح يعني جزم الفعل المضارع. إحنا الآن تكلمنا عن النصب بكامله بفضل الله، والأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل هنشرح جزم الفعل المضارع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا
ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الازهر، الله 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 اكبر، ام الدنيا كمان واكتر، لو قلت اوصفها انا مش هنصفها وكفيها.